مناظرة رئاسية قوية اشتدت فيها المواجهة بهجمات سياسية تارة وشخصية تارة أخرى بين المرشحين للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب وكامالا هاريس. مواجهة شرسة تكاد هذه المصافحة النادرة بينهما خلال إحياء ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر في نيويورك تخفي آثارها. أداء هاريس الذي أجمع المحللون على أنه فاق التوقعات حفز فريقها الذي عرض سابقا الالتزام بأكثر من مناظرة واحدة إلى المطالبة بجولة ثانية. إن كاميلا هاريس كانت مرنة وعلى أهبة الاستعداد للرد. لقد استمعت إلى إجابات دونالد ترامب وردت عليه بطرق مدمرة. أعتقد أن الاستنتاج الواضح من هذه الليلة هو أننا بحاجة إلى مناظرة أخرى. حملة ترامب من جهته اعتبرت المطالبة بمناظرة ثانية دليلا على انتصار ترامب، متهمة في الوقت ذاته مذيعي شبكة ABC بالتحيز. أعتقد أن كامالا هاريس ارتكبت الكثير من الأخطاء الليلة. إنها لم تتطرق إلى الجوهر الحقيقي للقضايا. استمع إلى حديثها لمدة 90 دقيقة لتسمع شخصا يتحدث كما لو أنها ليست نائبة رئيس الولايات المتحدة. قد ينقسم الديمقراطيون والجمهوريون حول من الفائز بالمناظرة، لكن من الصعب الاختلاف حول فوز هاريس بالتأييد المنشود من المطربة الشهيرة تايلور سويفت التي يقف خلفها جيش من المعجبين الذين يسمون بسويفتيز، وما يمثل ذلك في جهود كسب أصوات الناخبين الشباب. يعجبني أن يصنع الليبراليون فننا وموسيقانا وأن يصنع المحافظون قوانيننا وسياستنا. شعور ملموس بالرضا هنا في البيت الأبيض على أداء هاريس، لكن من غير المعروف إلى أي حد سينعكس على السباق الرئاسي المتقارب في هذه المرحلة المتقدمة قبل أيام من بدء التصويت المبكر في عدد من الولايات الأمريكية. هشام بورار، الحرة، البيت الأبيض. هذا وقال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إنه خاض مناظرة رائعة واستمتع بها، لكنه لم يلتزم بخوض مناظرة ثانية مع منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس. لقد أجرينا مناظرة رائعة وحصلنا على أرقام استطلاعية رائعة للمناظرة. نحن نفكر في الأمر، لكن عندما تفوز لا يتعين عليك بالضرورة أن تفعل ذلك مرة ثانية، لذا سنرى. أجرينا مناظرة رائعة الليلة الماضية. تراجع هامش تأييد دونالد ترامب لدى مكاتب المراهنات غداة المناظرة الرئاسية المتلفزة التي اعتبر كثير من المراقبين أنه خسرها أمام كاميلا هاريس، مع انخفاض أسهم مجموعته الإعلامية أيضا. وقبل انطلاق المناظرة كان ترامب يتقدم على هاريس بأكثر من 52% من حيث فرص الفوز في الانتخابات، مقابل نحو 46% فقط لكاميلا هاريس، لتصبح بحلول ظهر الأربعاء أي بعد ساعات من المناظرة 51% لهاريس مقابل 48% لترامب. في السياق، تراجعت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة التي تمتلك تروث سوشيال، بنحو 14%، بينما تراجعت أسهم البيتكوين والعملات المشفرة. لمناقشة أصداء تلك المناظرة معنا من ولاية بنسلفانيا العضو السابق في الكونغرس عن الولاية مارجوري مارجوليس، ومن ولاية فلوريدا انضم إلينا الخبير الأمني والمخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري ونائب الرئيس التنفيذي أيضا لمؤسسة تارجيتد فيكتوري رايان ويليامز. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيدتي مارجوري مارجوليس بسؤال الأول الذي نفتتح به النقاش، كيف كانت انطباعاتك حيال أداء المرشحين في هذه المناظرة؟ أعتقد أنها انتصرت. أعتقد أنها كانت ممتازة، وهو كان مقيتا كريها، واستطاعت أن تثبت أنها كانت مستعدة، وهو لجأ إلى أسلوبه القديم وهو الهجوم. وفي استطلاعات CNN اليوم أثبتت
أنها فازت بنسبة 66%. أيضا ما لا أفهمه بالنسبة للرئيس السابق هو أنها كانت تقول أشياء وتكررها طوال اليوم، ولكنه كان لا يزال يتحدث عن حجم الحشود الانتخابية، وتحدث أيضا عن المهاجرين الذين يأتون ويأكلون الحيوانات والحيوانات الأليفة، وديفيد ميور الذي أدار النقاش قال إن هذا لم يكن صحيحا، كان هناك تبادل وهو كرر نفسه، ثم تطرق إلى الإعلام وقال أنا فزت. دعني أعود إلى الوراء قليلا، أنا آسف لا أريد أن أتحدث طويلا. لقد حضرت أحد الفصول الدراسية، وبالأمس أنا والأستاذ شاهدنا المناظرة وحاولنا أن نكون موضوعيين، ولم يكن هناك أي خلاف بيننا أنها فازت. طيب، في المناظرة. سيد راين ويليامز، هل تتقاسم نفس هذا التحليل حيال المناظرة ونتائجها أيضا؟ أعتقد أن نائبة الرئيس كانت ماهرة في أدائها. هو تحدث عن والده الذي أعطاه المال، وتحدث عن 6 يناير. هي في الواقع فاقت التوقعات وأثبتت أنها قادرة على أن تكون على المسرح مع ترامب. بالنسبة لترامب، هذا هو أسلوب ترامب، لم يكن مختلفا عما رآه الناس من ترامب في السنوات العشر الماضية. كان أداؤه مشابها ل2016 و2020. إذا لم تكن تحب ترامب قبل المناظرة فأنت لا تزال لا تحبه، والعكس صحيح. هناك جزء بسيط في البلاد لم يقرروا بعد لمن يصوتون، ولا أعرف لمن سيصوتون حاليا، ولكن هاريس ليلتها كانت جيدة وأرضت داعميها الذين رأوا أداءها مرضيا. طيب، في هذه الحالة سيدة مارغوليس، الشعور دائما حيال المناظرات بأن الطرف الخاسر فيها هو الذي يطلب جولة ثانية. في هذه الحالة مثلما قلتي، وحتى ضيفنا الجمهوري من فلوريدا يقول أن أداء هاريس كان جيدا، فلماذا تطالب حملتها بمناظرة ثانية إذا؟ لقد أحرجتني بهذا السؤال. أنا أتفق، أنا دهشت أنه كان هناك الكثير من الناس الذين كانوا راضين عن ما قالته نائبة الرئيس. لقد أوضحت هاريس أن علينا أن نتطلع إلى الأمام، ويمكننا أن نجادل، ولكن لا يجب أن نكون كريهين في خلافاتنا. هناك شيء أدهشنا جميعا، وهو أن هذا السباق في هذا الوقت لا يزال متقاربا. ثم جاءت تيلور سويفت وكان حضورها مهما. علينا أن نراقب النساء في الضواحي، قرارهن سيكون مهما. جميل. هاته النسوة، الكثير منهن يركزن على القضايا التي أثيرت بالأمس، خاصة في المناطق التي أجيء منها. هؤلاء لا يصوتون بالضرورة للديمقراطيين، ولكن هم على الهامش. و
سي ان ان قالت انها فازت بنسبه 66%. طيب سيد راين ويليامز، ذكرت بعض النقاط اعتقد انها مهمه في هذا النقاش، عندما تتحدث عن كون ان بعد هذه المناظره من لم يكن يحب دونالد ترامب فلن يحبه بالضروره، ومن معه فلن يتاثر بهذه المناظره. في هذه الحاله الجميع يتحدث عن فئه صامته او التي لم تبدي قرارها او لم تتخذ قرارها ولم تبدي رايها بعد لمن ستصوت في هذه الانتخابات. هل هذا يعني ان دونالد ترامب استهتر بمنافسته كامالا هاريس، لم يعطي هذه المناظره تلك الاهميه التي يجب، وبالتالي فما الذي خرج به من هذه المناظره اذا؟ ترامب هو ترامب، لا أعتقد أنه قادر على التركيز في هذه المناظرات. هو يطارد كل أرنب إلى جحره، لا أعرف كيف قاموا بإعداده، لا يمكن أن تقوم بإعداده، سوف يفعل ما يريد أن يفعل. كانت هناك عدة فرص لترامب كي يقوم بانتقاد هاريس. هاريس كانت متذبذبة في العديد من القضايا، استخراج النفط والغاز عن طريق ضغط السوائل، أيضا قضايا أخرى مثل احتجاز المهاجرين. هذه القضايا كان يمكن أن تثار، كان يمكن لترامب أن يقول هذه سياسات ليبرالية، ولكنه تحدث عن أكل الكلاب والقطط، وهذا لم يكن مثبتا بأي شكل من الأشكال. لقد كان يركز على قضايا سخيفة. أعتقد أن الفرصة كانت سانحة له ولكنه لم ينتهزها. التصويت سيبدأ مبكرا ربما بعد حوالي أسبوع في بنسلفانيا، وعادة كانت هناك ثلاث مناظرات بين المرشحين آخرها قبل أسابيع من الانتخابات. كان هذا مهما لأنك ترى المرشحين ثلاث مرات، وأنا أشك أنه ستكون هناك مناظرة أخرى. لا أعرف أهمية هذه المناظرة، لا أعتقد أن أحدهما فاز بالضربة القاضية. بدت هي وأنها تنتمي إلى المسرح وأن لها الحق في أن تكون هناك. لقد اجتازت الاختبار، وفي نهاية المطاف أنا غير متأكد من تأثير هذه المناظرة. سوف نرى استطلاعات الرأي قريبا، ومن يدري يوم الانتخابات ماذا سيكون. سيدة مارغوريس، هل تعتقدين بأن الوقوف على مسرح المناظرة والأداء الجيد في الكلام كافي لكسب هذه الانتخابات، بالنظر إلى بعض النقاط التي يقول الجانب الآخر إن كامالا هاريس لم تجب عنها؟ لا، أنا أتفق مع ما يوحيه السؤال. أعتقد أن السيد ويليامز كلامه منطقي. نحن لا نعرف، نحن نعم على بعد مسافة طويلة من الانتخابات، ومناظرة الليلة الماضية ولم تكن حاسمة. إذن هذه المناظرة لا أعتقد أنها كانت حاسمة، بالتأكيد هي حركت البوصلة، ولكن أقول لك مسبقا، أولئك الذين راقبوا مسيرة كامالا هاريس نعرف أنها كانت متوترة، وأنا سعيدة أن أدائها كان بهذا الشكل. أعتقد أن أدائها كان مهما. سيد راين ويليامز، في هذه الحالة أنت تقول أن دونالد ترامب لم يكن محضرا بطريقة جيدة لهذه المناظرة وحتى فريق حملته، بالتالي نتحدث عن ما يمكن لدونالد ترامب فعله في المرحلة المقبلة لإعطاء صورة أخرى
تضعه في المقدمة مثل ما كان في السابق، وهو الآن يتراجع وفق آخر استطلاعات الرأي، والهوة تتضيق، وبالتالي التعادل هل يمكن له أن يكسر هذا الحاجز في التعادل أم سيبقي هذا التعادل إلى غاية يوم الانتخاب ويوم الحسم؟ الوقت متأخر كي يعطي ترامب صورة مخالفة عن نفسه. هو يحتاج أن يحمس قاعدته الانتخابية وأن يركز على قضايا مهمة، على قضايا الإميجريشن والتضخم، الهجرة والتضخم. وهاريس محتمل أنها ستجري عدة مقابلات أخرى، وإذا أخطأت عليهم أن يستغلوا هذا الخطأ. والسباق حتى الآن غير محسوم. لو نظرت على ولايات مثل بنسلفانيا، الفرق بين المرشحين نقطة واحدة. عادة هناك أناس لا يبدو أنهم يريدون إعطاء رأي في استطلاعات الرأي، ولكنهم يميلون لترامب. عليه أن يكون أكثر تركيزا، وهذا صعب بالنسبة له. عليه أن يوصل الرسالة. والقاعدة أيضا تحدث فرقا كبيرا. عليه أن يصل إلى هؤلاء، وإحساسي أن الديمقراطيين لديهم عملية أفضل من عملية ترامب. غير معروف عن ترامب قدرته على إدارة حملة منظمة. يجب أن يعمل أنصاره للوصول إلى هؤلاء الناخبين، وعليه أن يجيب لماذا كان متذبذبا في العديد من القضايا. الناس يصوتون، لا يصوتون على من هو نائب الرئيس. أعتقد أنها حمست داعميها، والكل شعر بالراحة هذا اليوم. بالنسبة لترامب لم يكن أفضل أداء له، ولكن هذا هو ترامب. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، راين ويليامز المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كنت معنا من فلوريدا. الشكر أيضا للعضو السابق في الكونغرس عن ولاية بنسلفانيا السيدة مارجوري مارغريت. شكرا جزيلا لكم.